السلام عليكم ورحمة الله. أعزائنا طلاب الصف العاشر، إحنا إن شاء الله رايحين نبلش في الدائرة والدائرة. أول درس من الدروس راح ناخذها أوتار الدائرة وأقطارها ومماساتها. رايحين نتعرف على مصطلحات الدائرة. راح نتعرف على مصطلح الدائرة، الوتر، القطر، نصف القطر، القاطع، المماس. راح نتعرف على هذه المصطلحات. يعني أول حصة حتكون في الدائرة، هاي درس أوتار الدائرة، هي التعرف على مصطلحات. طيب، أول شيء تعريف الدائرة هو المحل الهندسي لنقطة تتحرك، نقطة تتحرك بعيدة عن نقطة ما تسمى المركز. يعني النقطة المحل الهندسي لنقطة تتحرك مسافة بعيدة عن نقطة داخل الدائرة هي المركز، هاي تكون نفس المسافة. إذا تعريف الدائرة هي المحل الهندسي نقطة تتحرك في المستوى، إيش، بحيث تبعد نفس المسافة عن النقطة اللي هي يسموها المركز. طيب نيجي على إيش، الوتر. نيجي على تعريف الوتر. إذا الدائرة عرفناها، الدائرة عرفناها على الطلاب. إذا بعيدة مرة هي المحل الهندسي لنقطة تبعد بعدا ثابتا عن نقطة لنقطة المركز، نفس تكون نفس البعد، نفس البعد محل الهندسي. طيب نيجي على الوتر. الوتر قطعة مستقيمة تصل بين نقطتين على الدائرة. إذا الوتر لاحظ عندي من عند النقطة S لأن هذه القطعة سموها وتر، إذا هي قطعة مستقيمة تصل بين نقطتين على الدائرة. إذا مثال عندي على تعريف الوتر، هون مثال على تعريف الوتر، القطعة لاحظ عندي S N، هاي القطعة S N، لاحظ حط الإشارة فوق، هاي قطعة ما به من طول، هيك بدي طولها S N، لكن هيك القطعة S N. إذا الوتر هي قطعة مستقيمة تصل بين نقطتين على الدائرة. مش عارف التعريف، لأن التعريف موجود عندك بالكتاب، لكن أنا رايح أحكي الحكي ونأخذ أمثلة عليها. إذا بعيد الوتر هو كل قطعة مستقيمة تصل بين نقطتين على الدائرة. لاحظ في هذا الشكل S N هي قطعة مستقيمة تصل بين نقطتين على الدائرة S N، فهي وتر. شو كمان عندي أوتار هون؟ لاحظ عندي كمان تي ال، هاي تي ال وتر. كمان عندي تي ال القطعه هاي وتر، شيء وتر، لكن هاي وتر شمال وين؟ في المركز. اذا الوتر الذي يمر في المركز يسمى قطر. اذا القطر ايش؟ وتر يمر بالمركز. اذا التي ال بقدر اسميها كمان شو؟ قطر. إذا مثال تي ال، إذا لاحظ القطعة هاي تي ال تسمى وتر حسب التعريف، هي قطعة مستقيمة تصل بين نقطتين على الدائرة، وأيضا بنسميها قطر لأنه تعريف القطر إيش؟ الوتر بمر في المركز. إذا هذا قطر، إذا أي وتر؟ الوتر يمر في المركز شو يسمى؟ قطر. إذا كل قطر هو وتر، وليس كل وتر زي هذا هو قطر. مفهوم؟ كل قطر هو وتر، لكن ليس كل وتر قطر. طيب نصف القطر، نصف القطر هي قطعة مستقيمة تصل بين المركز وأي نقطة على الدائرة. إذا تعريف نصف القطر هو قطعة مستقيمة تصل بين مركز الدائرة وأي نقطة تقع على الدائرة. مثال حسب الشكل هذا M O أو O M. إذا مثال O M، إذا القطعة O M هاي القطعة تسمى نصف قطر حسب تعريف نصف القطر. طيب القاطع، شو تعريف القاطع؟ القاطع تعريفه هو مستقيم. إذا هو إيش؟ مستقيم. القاطع هو مستقيم يقطع الدائرة في نقطتين. إذا تعريف القاطع هو مستقيم يقطع الدائرة في نقطتين. وين المستقيم؟ طبعا لاحظوا المستقيم ليس له بدايه ولا نهايه، شايفين؟ هذا شاف السهم ليس له لا بدايه ولا نهايه، فتعريف القاطع هو مستقيم يقطع الدائره في نقطتين. لاحظ هاي نقطه وهاي نقطه، لاحظ المستقيم قطع الدائره، المستقيم ار جي. لاحظ عندي المستقيم، مثال المستقيم ار جي، هاي شارة مستقيم، شايفين؟ هاي تقرأ المستقيم
ار جي، المستقيم ار جي بالضبط. اذا المستقيم ار جي يسمى قاطع، لان القاطع تعريفه عباره عن مستقيم يقطع الدائره في نقطتين، في نقطتين. طيب ما الفرق بين المماس الان؟ المماس كمان مستقيم يقطع الدائره في نقطه واحده. اذا الفرق بين القاطع والمستقيم، القاطع يقطع الدائره في نقطتين. لاحظ هذا المستقيم قطع الدائره في النقطه هاي والنقطه هاي، لكن المماس يقطع الدائره في نقطه واحده، ويسمى ايش؟ وتسمى النقطه هاي نقطه تماس. اذا المماس هو مستقيم يقطع الدائره في ايش؟ نقطه واحده. اذا المماس هو عباره عن مستقيم يقطع الدائره في نقطه واحده. اذا المستقيم يقطع الدائره في نقطه واحده تسمى نقطه ايش؟ التماس. اذا المماس هو عباره عن مستقيم يقطع الدائرة في نقطة واحدة يسمى مماس. ناخذ مثال، لازم نقطتين أو نقطة واحدة، يعني مثال المماس اس اي. لاحظ المماس هو عبارة عن مستقيم، لكن هذا المماس اس اي أو اي اس هذا يقطع الدائرة في نقطة واحدة، يسمى هذه النقطة نقطة تماس. طيب إذا عرفنا المصطلحات هذه أخذناها أعزائي الطلاب، ضروري نفهمها. أنا ما أقول احفظوها حفظ، افهموها فهم. مش راح أجيب سؤال عادي نفهم، لا، بس أنت بيجي تعرف المصطلحات تفهمها فهم. بعيدة بسرعة، الدائرة هي المحل الهندسي لنقطة شايف؟ تبعد بعدا ثابتا عن نقطة داخل الدائرة تسمى المركز هاي. وعندي الوتر هو قطعة مستقيمة تصل بين أي نقطتين على الدائرة. واخذنا مثال على الوتر اس ان و تي ان، وقلنا القطر هو وتر لكن يمر في المركز. وين اللي يمر في الوتر يمر في المركز؟ لاحظ تي ان هو وتر يمر في المركز، فور سميتها. اذا هذه نسميها ايش؟ قطر. ونصف القطر هي قطعه مستقيمه تصل بين المركز واي نقطه على الدائره. لاحظ عندي او ام، هاي قطعه مستقيمه تصل بين المركز واي نقطه على الدائره، الام هي نقطه على الدائره. طيب الان القاطع هو مستقيم يقطع الدائره في نقطتين. لاحظ عندي هذا المستقيم ليس له دائره نهايه، يقطع الدائره في نقطتين، النقطه هاي والنقطه هاي، فهذا يسمى يسموه قاطع. والمماس هو مستقيم لكن يقطع الدائره في نقطه واحده، تسمى هذه النقطه نقطه التماس. طيب في عندي كمان مصطلحات التي، هاي شايفينها مقلوبه، هاي التي هاي معناها التعامد، لازم نعرفها كمان. هاي تعامد، يعني اي قطعتين مستقيمات بينهما اشارة تي هاي تعني ان الزاوية بينهما 90. يعني مثال لو عندي قطعة مثلا اي بي، حطينا تعامد هاي الاشارة، تعامد مثلا سي دي، نحط باللون الاحمر التعامد. شو معنى هذا الحكي؟ معنى ان الزاوية بين القطعتين 90 درجة، الزاوية بينهما 90 درجة. إذا هذا التي كمان نذكركم فيها. طيب ما الفرق إذا حطيت إشارة هاي الشحطة هاي طويلة أو بدون إشارة؟ هاي اس ان هون مثلا، اس ان هون اس ان ما بهمني الطول، قطعة، فبحط إشارة، هاي تعني القطعة اس ان. لكن بدون إشارة القطعة اللي فوق، هاي تعني طول القطعة اس ان، طولها. إذا بدي أنا أبحث الطول أو أحكي عن الطول ما بحط إشارة شحطة، وإذا بدي أحكي عن القطعة بشكل عام بحط إشارة إيش؟ الشحطة هي طويلة، قطعة مستقيمة صغيرة، قطعة مستقيمة صغيرة فوق الحرفين من أس إلى أن. القطعة أي تعني قطعة مستقيمة من بين أس وأن. طيب إحنا هيك أعزائي الطلاب اليوم الحصة هاي الحصة الأولى من الدرس أخذنا فقط مفاهيم، أخذنا فقط مفاهيم، هاي الحصة الأولى أخذنا فقط مفاهيم. إن شاء الله الحصة القادمة رايحين ناخذ إيش؟ نظريات، رح ناخذ نظريات الحصة القادمة. الله يعطيكم العافية، السلام عليكم ورحمة الله.